سمعت ان كانوا بيوقفوا ساعات تصوير من كتر الضحك اللي كان بيحصل، طبعا وكنتوا بتعيدوا حاجات. لا الضحك، بص الضحك مع اسلام ابراهيم رهيب، الضحك مع حمزه العيلي حاجه فظيعه، الضحك بيني وبين خالد اللي هو ابني محمد الكيلاني، الضحك مع صلاح اخر العنقود ده في المسلسل الصغير يعني، الضحك مع بناتي ندى موسى وسمر علام حاجه بدأ نوع بقى، ده نوع وده نوع وده نوع وده نوع، هو متنوع المسلسل حقيقه وممتع. الكواليس حلوه قوي يعني، من اول ما طلعنا كده واحنا طالعين انا حاسه ان انا طالعه بيت تيتا بجد، ديكور وناس وحاسه من كل حد اتكلمت معاه انه في اجواء اسريه جميله قوي، انت اللي قادره تعملي ده. مش لازم انا لوحدي، خلي بالك البيت ده شبه بيت جده شيرين عادل، فهي يعني املت على الديكور مهندس الديكور الروح، والبلكونه دي بلكونه جده شيرين، فعارفه هي لما بتبص هي نفسها حاسه ان هي في بيت جدتها، كلنا بقى مع التعود على البيت ابتدينا بقى نتحرك فيه براحتنا يعني بيت. انا سمعت ان انت قاعده هنا طول اليوم، بتيجي تقعدي من اول اليوم لحد اخره، خلاص ده بيتك. ما بطلعش، والناس بتيجي وتروح عليكي ويخشوا بقى عندي ويقعدوا ياكلوا ويضايقوني وحاجات كده. اولادك فعلا اجواء عائليه فعلا. دي متعة. احلى حاجه طبعا. انت كنت حريصه من الاول ان انت تختاري اولادك في المسلسل الشخصيات او الابطال اللي هيعملوا الشخصيات ديت، احكي لي بقى كل واحد اخترتيه كده. لو هنبدا مثلا بكلاني، هنبدأ انا ما اخترتش حد، الاستاذه شيرين بصي انا عشان انا منتجه، انا مؤمنه جدا ان المخرج رب العمل، وانا في ال 80 فيلم اللي انتجتهم ما املتش على اي مخرج اي حاجه خالص، فهي بقت تقول لي ايه رايك بتاع، اقول لها الله انا ما اعرفهمش، انا اول مره اشوف نور محمود، اول مره اشوف محمد كيلاني، اول مره اشتغل مع بزاوي، انا عارفه صلاح من زمان هو زميل رحله يعني، مين انت ندى موسى سمر علام ايناس كامل، كل دول اول مره اعرفهم، فالحمد لله انه احنا داخلين ما فيش تاريخ بيننا، فالتاريخ اتنشا بيننا مع اثناء العمل، بيبقى ميموريز حلوه وعلاقات خلاص اتكونت ومش قادرين تبعدوا عن يعني بعض. مقبوضين ان احنا ليه مش هنسيب بعض يعني، ازاي مش هنسيب بعض تاني. فانا عماله اقول لهم لا هنخرج ونعمل مش عارف ايه يعني، بهديهم هلمكم تاني وبهدي نفسي. طبعا صح. بتقول ايه حضرتك؟ هات لي مرجع واحد انا نقلت منه. دكتور اعتزاز ممكن تسيبيه يكمل وبعد كده ترد عليه بشكل كامل؟ ما انا مش معقوله هسيب واحد يتهمني بالسرقه وما اعرفش ارد يا استاذ احمد، ده بيقول لك دي اللي عندك دي، قال انا مش عايزه حاجه. يا دكتور اعتزاز بلاش تقلب الترابيزه عشان قلت لك اللي فيها. طب انا اسف دلوقتي، احنا لازم نطلع فاصل دلوقتي وهنرجع تاني نكمل كلام. يا راجل غريب جدا.